الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم أن يرقى الأخ أخته التي تكبره بثلاث سنوات، علما أنهم قد تجاوزوا 45 عاما وهي لا ترتدي ما يستر منطقة بداية الثدي فما فوق، وتعاني من ألم في كتفها، وسوف يقرأ عليها أخاها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها الرجال إنما هي فيما يظهر غالبا منها، فلا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها من الرجال، وإنما يجوز لهم أن يروا منها ما يظهر غالبا كشعرها ووجهها ورقبتها ويدها وقدمها. وأما ثديها فهو من العورة التي لا يجوز للمحارم أن يروها. فعلى السائل وفقه الله أن يأمرها بأن تستر ما لا يجوز له أن ينظر إليه منها، وأن يرقيها من وراء الثياب. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها، والله أعلم.